أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم إطلاق حوار وطني للتحدث والتفكير في مستقبل مصر. وقد لفت أيضا إلى أن الأزمات التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث تتطلب معالجات وحلولا جذرية. لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاماً الماضية. وسمحيني أقف هنا في النقطة دي وأقول لكم أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الفكرية والثقافية تقدر تساعده على أن هو يمرر هذا المسار ولا لا. لأنه ممكن زي ما انتم شفتم احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش؟ اذا كان الامور واضحة بالطريقة ديت، لان طبعا اي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعة قرار، مش شجاعة قرار، وبيشوف يا ترى يقدر إن تكلفة القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها أكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الإجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا